من جانبه أكد السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات فيما يتعلق بالعمالة الوافدة في البحرين، مؤكدا أن معظم الحالات المصابة من العمالة الوافدة تعمل في البحرين بشكل قانوني وضمن نظام صاحب العمل. بلغ عدد الوافدين الذين تأكدت إصابتهم 1909 شخص، منهم من هو ما زال يتلقى الرعاية ومنهم من تم شفاؤه، ولكن من 1909 شخص 95.5% هم يعملون لدى صاحب عمل في علاقة عمل طبيعية، و1.7% هم من حملة تصريح العمل المرن، 1.7% فقط، و1.6% هم تأشيرة زيارة، والباقي ملتحقين وخدم منازل. وهنا يعني الأهمية النظر إلى هذه الأرقام، وكذلك بأن 89% من جميع العمال الذين تأكد إصابتهم بالفيروس 89% هم يعملون بصورة قانونية، و9% فقط هم من العمالة المخالفة، و2% من حملة تأشيرة الزيارة.